كيما شفتوا في لي زوبيراسيون ديال مثلا ديال لافوراسيون، عمليه حفر الابار من اجل تهيئه المنجم العمليات ازاله الطبقات الرسوبيه غير الفوسفاتيه. دونك دابا حنايا هنايا في لو شونتيي ديال لا 8400 ولا لو شونتيي ديال ديكاباج، وهو ان شونتيي اللي فيه كنقوموا بعمليه ازاله الطبقات الرسوبيه الغير فوسفاتيه اللي كتكون مباشره قبل لا كوش دو فوسفات اللي كنسيبليو حنا. هاد العمليه هادي تتقوم بها الات ضخمه، جينيرالمون سي دي دراغ لاين، هذا الاسم التقني ديالهم. وهاد لي دراغ لاين سي دي غروند ماشين، هما الات كبيره كهربائيه اللي لا طونسيون ديالهم كتقدر تمشي حتى ل 6600 فولت. هاد لا ماشين في عمرها اكثر من 45 سنه، وعندها دي زوبجيكتيف دو برودكسيون كبار. الي كابابل انها تحيد لنا تقريبا 100 طن او ما مقداره 100 طن في يعني في كوموندي دون ان سول سكوب.